الحق في الاستعانة بمحام هو من الحقوق الدستورية، وبالتالي أنتم تمارسون رسالة نص عليها الدستور، فهي مهنة ليست مهنة جانبية وإنما مهنة في واجباتكم تؤدون هذه الرسالة. أما الدستور فنص على رسالة الدفاع التي أنتم مكلفون بها، فالمحاماة من جانب مهنة ومن جانب آخر تمارس جانب الدفاع الذي هو ضروري لتحقيق الشرعية الإجرائية، فالإجراء يكون باطلاً إذا لم يتوافر فيه الدفاع، إذا لم يمكن المتهم من استعانة بمحام أو كان الدفاع ناقصاً شكلياً. هنا أتحدث عن الحق في الاستعانة بمحام، وهذا الحق ينشأ لكل متهم على بدون تفرقة، حتى في مرحلة الاستدلالات وهو يكون مشتبها فيه قبل أن يوجه إليه اتهام من سلطة التحقيق له الحق في الاستعانة بمحام، وبالتالي هذا الحق جميع إجراءات سواء السابقة على الدعوة وهي الاستدلالات أو منذ بدء الدعوة والتحقيق هذا الحق موجود. الحق في الاستعانة بمحام، المحامي هو الذي ينشئ شخصيته، وقوام أي شخصية أي إنسان هو أن يكون محترماً، والاحترام ليس معناه أن تطلب من الغير أن يحترمك وإنما أن تفرض احترامه لك، وفرض احترامك له فرض احترامك عليه يكون بقدر سلوكك وتصرفاتك. ومن هنا أتحدث عن علاقة المحامي بالقضاء وعلاقته بأجهزة القضاء ثم علاقته بموكليه بمساعد القضاء. أما علاقته بالقضاء فوفقا لما نص عليه الدستور فإن المحاماة شريكة مع القضاء في تحقيق العدالة، هي ليست معاونة مثل الخبراء والمحضرين وإنما شريكة يعني كتفا بكتف، ولا عدالة بغير قضاء ومحاماة، وبالتالي فأنت عندما تنظر لنفسك كأنك شريك في تحقيق العدالة أمر مهم، أنت مش جاي معاون، أنت بيسموك القضاء الواقف وهو القضاء الجالس، شريك. لهذا علاقتك بالموكل في علاقة هامة جدا. من الناحية القانونية هناك استقلال مهني، هو يقول لك اعمل كذا بتستمع إليه، من الناحية القانونية أنت صاحب حق. أذكر في إحدى القضايا كان المتهم فيها رجلا كبيرا ورجل قانون، قال لي نعمل كذا، قلت له اعمله أنت شوف لك محامي غيري أنا مش موافق، فاضطر يوافق. وأنا ومبدأ استقلال المحامي في النواحي القانونية هو ده مبدأ هام جدا بتستمع إليه، لو قدرت تتحقق اللي هو عايزه بأسلوب قانوني سليم، إنما يفرض عليك حل قانوني معين أنت المسؤول في اتباعه أو عدم اتباعه. وهنا في مسألة الاستقلال أنصح ولك أن ترفض النصيحة، أنه إذا ما طلب منك سلوكاً معيناً واستطعت أنت أن تطلب منه أن يوقع على هذا الطلب لأنه يكون مسؤولاً،
في هذا السلوك، ولهذا المحامين في أمريكا ساعات يقول للمتهم: تصور نفسك المحامي، اكتب لي مذكرة بخط إيدك ايه رأيك انت ايه، وياخد ويعتبر هذا الكلام إبداء وجهة نظره، وهو يبني عليها الحل القانوني، إنما من ناحية الوقائع ووجهة نظر الخصم هو اللي كتبه بخط إيده. واحد عاوز يشتم واحد، ما تشتموش أنت في صحيفة الدعوة ولا في المذكرة، خليه هو اللي يشتمه. لا تقع أنت في أي خطأ، خلي صاحب الشأن هو اللي يتحمل خطأه. ولهذا، لأن أنت لو شتمت واحد في صحيفة الدعوة أو المذكرة هيرجع عليك ما لم يكن هذا لازما لأداء واجبك، وهو بقى اللي يكتبها ويمضي المذكرة والحاجات دي. ولهذا لا يجب استقلال كامل، تسمع رغباته ولكن لا تنفذ إلا ما هو مطابق للقانون وبالوسيلة المطابقة للقانون. وإذا أبى فلتكن حرا في أن تتركه، ولهذا أنت مسؤول كل المسؤولية عن الوسائل القانونية التي تلجأ إليه. في محامي عشان ياخد القضية يقول له هجيب لك براءة، غلط، أنا هعمل على إنك تاخد براءة، إنما هجيب لك براءة هيمسك في خناقك لما ما خدش حكم براءة. ولهذا المحامي لما بيعد بنتيجة معينة خطأ، هذه النتيجة هي حكم القضاء، إنما المحامي عليه التزام بعناية وببذل هذه العناية، وليس التزاما بنتيجة، لأن النتيجة بيد حكم المحكمة. ولهذا يجي المحامي عشان التاني يقبل يتعاقد معاه يقول له أنا هجيب لك براءة، لا الكلام ده غلط، التاني عاوز يسمعها ما سمعهالوش، بس التزام ببذل عناية. ومن ناحية تحديد الأتعاب، النقابة حددت القواعد، ولكن في الممارسة العملية أنت ممكن تاخد قضية بلاش وتاخد نفس مستوى القضية بفلوس باهظة ومستوى القضية بفلوس أقل، بيتوقف على المجهود وعلى ملاءة الموكل. ولهذا ممكن قضية الموكل مش قادر يدفع حاجة غير بسيطة وتقبلها، ودي بقى ذكاء وصدقة منك إنك قبلتها. ما أنت مش بقال ليك تسعيرة واحدة، تسعيرة بتختلف باختلاف شخصيتك وشخصية الموكل وإلى كثير من الأمور.